أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من دافيد، منطقة تابعة لمدينة بوزنيقة، التقينا بالسيد عبد الهادي حداد، وهو شخص يمتلك محل للحلاقة عن طريق شراء ما يسمى بساروت. هاد الساروت شراه بواحد السومة سنة 1997 من واحد الشخص آخر اللي هو المالك الأصلي، كيأدي واحد السومة كرائية متفق عليها بعقد اللي هي 1000 درهم. سي عبد الهادي مدة من سنين هو كيخلص الواجبات ديالو، كيخلص المسائل ديالو، يعني الأمور بخير وعلى خير. ربما كان الأخ ديالو هو المستفيد من المحل، محل الحلاقة. تمر الأيام وتمر السنين، الأخ ديالو اللي كان خدام في ذاك المحل أصيب بمرض ما أدى إلى العجز، وقع له واحد العجز. هذا المرض هذا تصاب به في 2020 2020 مرض الاخ ديالو، تنقل للمستشفى، مستشفى خارج ارض الوطن في الديار الامريكيه، لان المشكل اللي تصاب انه تباراليزا في الدات ديالو وممكنش العلاج هنا. من طبيعه الحال المحل غادي يقابلوا عبد الهادي مستعانة بأحد الناس اللي كيعرفوا الحلاقة. اللي وقع هو أن عبد الهادي بنفسه بنته مرضت ليه، حتى هو زاد أزم المسألة مما جعله أنه يهبط هذاك الريدو مؤقتا بين ما عالج بنته والأخ ديالو. طبيعة الحال كيتلقى العلاج ديالو. صاحب المحل جاء لعنده كيساومو على المحل، قال له اعطيني المحل ديالي ورد لك الفلوس اللي كنتي عطيتيني ديال الساروت. و 1997 ماشي هي 2021، كاين فرق، كاين واحد الفرق كبير. السومه ديال داك الوقت ماشي هي ديال هذا الوقت. سي عبد الهادي قال له ودي ما يمكنش بهذاك الثمن، راه لا يعقل، مازال تعطيني ثمن زايد عليه ممكن الاستفاده ليست عيب، خاصة وأن المحل جا في واحد الموقع شارع كبير، شارع الحسن الثاني معروف بابن سليمان اللي هو شارع معروف عند الجميع بأنه محل تجارية مخدمة من ذاك الشرفة. السبب الذي تعرض واحد عملية من أخطر ما يكون، وهو أن ذاك السيد ميك عليه مبقاش دوا معاه، إلا أنه كيتفاجأ في واحد الوقت كان متانع فيها السي عبد الهادي على اداء الواجب الكرائي اللي هو 1000 درهم بسبب هاد الامراض اللي ذكرنا، وبسبب هاد المشاكل اللي وقعت ليه مع بنته، وبسبب الاغلاق اللي كان غالق، وبسبب جائحه كورونا. صاحب المحل استغل هذيك الفرصه، ولكن استغلها بطريقه يعني غير محموده ولا تصح مع شخص في هذاك العمر ديالو. ما عليناش، غادي نخليو القصه وما فيها، نتبعوها مع السي عبد الهادي. السي عبد الهادي غادي يفتح لينا قلبه ويحكي لينا القصه وكيفاش وقعت وفين وقعت واش وقع فيها وفين وصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم عبد الهادي حداد. عبد الهادي حداد. المهنة ديالك سي عبد الهادي؟ أنا المهنة ديالي نجار. تنجار. والمحل اللي أنت كنهضروا عليه محل ديال الحلاقة. محل ديال الحلاقة ديال الأخ ديالي حداد نور الدين. الأخ ديالك هو اللي كان مقابله. هو اللي كان مقابله. نعم. كان مقابله يعني واحد لا قبل ما يقابل الأخ ديالك المحل. احكي لينا كيفاش هذا المحل حتى خديتيه ويعني ودرتي فيه هذا المشروع هذا ديال الحلاقه. هو المحل بالنسبه للاخ ديالي لانه المهنه ديالو كان كيزاول الحلاقه يعني منذ القدم، وخدا هذا المحل يعني عن طريق عقد
شراء محل يعني شراء ساروت. شراء ساروت يعني في 1000 شراء ساروت شراه ب 4 مليون 4 مليون 4 مليون ونص 1997 97 4 مليون ونص باش خداه زائد الاصلاحات اللي صلح تما كاين يعني الزليج والسده وهذاك الشيء كحل اه خلاه نوار يوم من بعد صلحوا قادوا تقريبا وصل عليه تقريبا شي 7 مليون 8 في هذاك الوقت في 1997 نعم هو خدام يعني كيأدي الواجبات ديال الكراء عدو كليان يعني دار واحد معرفه مع الناس كثيره تما كاين ولاو كاع الناس كيهبطوا عنده كيسولوا عليه وكيهبطوا يديروا عنده يمارسوا عنده الحلاقه النهار اللي 2020 كان الاخ ديالي تصاب بواحد المرض اللي هو ضمور عضلي يعني مشى دوز هنا عند الاطباء يعني ما لقاش العلاج ديالو هنا مشى لاوروبا قبل ما يمرض الاخ ديالك ملي كان الاخ ديالك صحيح كان كيأدي الواجب كان كيخلص الواجبات ديال الكراء هاد الواجب ديال الكراء داخله فيه النظافه داخله فيه النظافه واخا كان كيخلص الواجبات ديالو كيخلص كانت الامور سمن على حساب ما كان حتى شي مشكل ما كان حتى شي اشكال ما بينه وبين ما عمر ديك الساعه كان جا مول المحل يساومكم لا ابدا ما تعطوني المحل ابدا ما عمره ما جا دق علينا ولا جا هضر معاه هو قال لي راك خاصني فلوس ولا شي حاجه وكيعطيهم لي قبل الوقت كان كيأدي لي الواجبات ديالو وكانت العلاقه مزيانه حتى اخر مطاف في 2020 الاخ ديالي تصاب بهذا المرض اللي هو ضمور عضلي ALS لان المرض نادر ما كاينش الوجود ديالو هنا في العلاج يعني دوز هاد الاطباء هنا ما لقاش مشى لاوروبا باش يتعالج ما لقاش تما كاين مشى لامريكان ملي مشى لامريكان يعني دابا كيتعالج تما هذا السيد الحاج اللي قام بواحد العمليه ديال النصب يعني اغتنم هذه الفرصه بان الاخ ديالي مريض جا عندي انا المحل اللي كنزاول فيه النجاره لا دابا العقد بسميت من المكتوب سميتك وسميت لا العقد بسميت الاخ ديالي حداد نور الدين ايوا جا عندي قال لي بغيتكم الا كان غتشوفوا مع المحل تبيعوه ليا قلت لي مرحبا قلت لي يعني ما نلقاوش محسن منك نبيعوا لك المحل ولكن شحال غتعطينا قال لي انا نعطيكم الثمن باش خديته من عندكم في النهار الاول في 97 وكيف يعقل محل مشري في 97 بواحد الثمن وخاسرين عليه الفلوس زائد المصاريف ديالو الداخل زائد الثومه الكرائيه اللي كنا كنخلصوها ليه يعني وزائد السجل التجاري وزائد بزاف الحوايج يعني الكليان ومعرفه مع الناس فوند كوميرس فوند كوميرس بكل شيء ليه يعني بغى يدخل عليه بالثمن في 1997 قلنا ليه ماشي ممكن قلنا ليه يعني انت اولى تاخذي ولكن خاصك تزيدنا شويه ديال هذا وخذي مرحبا فاذا به اغتنم فرصه ديال المرض ديال الاخ ديالي و وعطي قال لي غتخلصني في الواجب الكراء مشيت عطيتهم ليه ملي عطيتهم ليه قال لي انا غادي نجيب لك الروسيات حتى المحل ديالك هنا آه. هنا بدا التلاعب بدا التلاعب هنا بدات النيه ديال انه غادي يدخل معاكم في الصداع آه. هنا كان آه. في الاول كان كيجيب لكم التوصيل آه. كتعطيوه فلوسه آه. من بعد منين نوع على انه غادي يدخل معاكم في صراعات آه. ولا كيتماطل على اداء الواجبات التوصيل هذاك الروسي هذاك الروسي نقول لنا كيفاش وقع هذا المنظر هي هذيك فاش دقيت عليه عطيته الفلوس قال لي شوف قال لي انا دابا بلا ما نخليك تبقى كتسنى هنا وبقى واقف انا غدا ان شاء الله في الصباح راه غنطلع عندك المحل ديالك ديال النجاره وغنعطيك الروسيات ديالك انت عندك محل اخر عندي محل ديال النجاره كنزول فيه المهنه ودابا المحل شكون اللي شادو الاخر ديال الحلاق شاده واحد البنت خدامه فيه تما يعني يعني عائله عاطل شي حد اخر كيخدم المهم كتخلص انت منه اه يعني مزوجه ووليدات حتى هي خدامه فيه تما كترزق الله ما جاش عندي صونيت عليه هبطت عنده للدار كندق عليه ما كنلقاش داز سيمانه عاوتاني كنعاون صوني ما كنلقاش على قبل الروسي على قبل الروسيات لا لا شوف دابا شحال ديال المده سميتو لان من الشهر الاول آه. ما عطاكمش الروسي والثاني تو ما عطاكش الروسي الشهر الثالث هو ما عطاكش الروسي وكيقول لي انا شوف قال لي بلا ما تمحر راسك بلا ما تبقى واقف هنا سير انا غادي نجيبوك حتى المحل يعني غنكتب وغنجيبو لك وما جابوش ليا حتى نهار اللي تصبت انا بواحد البنت ديالي تصابت بواحد المرض اللي هو ورم في الكليه جا عندي وقف تما كاين قال لي لان هاد جا عندي قال لي اودي رانا جا عندي المحل نزل من الطوموبيل دار هكا هكا قال لي اودي رانا نسيت الروسيات وقيلا طيحتهم بحكم المعرفه ديالنا معاه قديمه يعني ثقت فيه قلت لي ماشي مشكل قلت لي شوف قلب على الروسيات وجيبهم لي غدا نعرفهم عندي قال لي صافي كون هاني مشى ما جاش عندي ملي ما جاش عندي تفاجئني بمفوض قضائي وهذاك مفوض قضائي يعني جا عندي فوق خارج النطاق ديال العمل يعني جاي فوق خارج من توقيت العمل يعني مع ديك
دابا هنا دخلتوا دخل معكم في نطاق القضاء. في نطاق القضاء باش يبلغك بعون قضائي جا عندك في 11 الليل. عون قضائي جا عندك في 11 الليل. العشرة ونص 11 قريبا. حيت ما كتكونش بنهار كتكون حتى 11 الليل كتجي. انا ما كنجري مع البنت ديالي يعني كدير حصات ديال الشيميو يعني ما كنساليش حتى من وقت يعني يوميا كنمشي للرباط وكنجي. عزل هو هذاك الوقت ديال 11 الليل يعني الاصرار على التبليغ في 11 الليل. والمفوض القضائي ملي جا يعني ما شرحش ليا قال لي هالمراحل الا ما اديتيش الواجب في هذه الفتره الزمنيه القصيره راه شنو غيوقع غيوقع. يعني جا عطاني الورقه وقال لي يا خويا غير سيني هنايا راه السيد داعيك انت يعني ماشي داعي الاخ ديالي يعني داعيني بصفتي انا شديت الورقه سيني تاك حطيتها بحكم يعني الظروف ديالي اللي وقعت والسيد اغتنم فرصه ودفع للمحكمه. ملي مشينا للمحكمه السيد داعينا في 6 شهور هو ما كيسالناش 6 شهور عندنا بعد شهر بانه هو عطينا الروسي مخلص فيه وعدني الدليل ديالو وثلاث شهور عندي الشهود بانه مخلص كانوا معايا. انا شفت واحد الوثيقه لانه من 1 يناير 2021 حتى 1 يناير 2022 يعني سنه. هاد السنه حنا كنا داخلين دابا في نزاعات في المحكمه. لا بلاتي انت قلتي بانه مخلصين لي شي حاجه يعني مخلص ماشي هادشي كاع كله. انا حاط لي فلوس في الصندوق وهو ما مشاش يهزم وعاود صيفط لي مفوض قضائي ثاني وقال لي ودي انا كنت سالك يعني عام ديال الكرا ولكن انا راه حاط لي فلوس ديالو في المحكمه في الصندوق وما مشاش يهزم يعني كيحاول ما امكن بيعاود يعني باش يغتنم فرصه اخرى ثاني كيتماطع ليا وكيغتنم فرصه اخرى باش يدير لي شي حيله اخرى في الصندوق. يعني عندك وثيقة عندي الوثائق وعندي الروسي بانه راه محطوط عن طريق مفوضه قضائيه مشات ما كانش حطت لي حطت لي الفلوس ديالو. حطيتي فلوس بمفوضه قضائيه. بمفوضه قضائيه. عندك وثائق. عندي وثائق كتبت بانها مفوضه قضائيه. وهاد الواجبات ديال الكراء اللي انا عندي معاها مشكل عندي الشهود كيشهدوا بانني كانوا معايا في النهار اللي عطيتو الفلوس باش تخلص فيهم وقال لي انا غادي نجيب لك الرواسب وما جابهمش ليا. هاد السيد تحال علينا بهذه الطريقه هكا احنا دعيناه الله ياخذ فيه الحق. لا نوقفوا وقفه قانونيه ونهضروا فيها. مادام انك كتحط ليه الفلوس ديالو في الصندوق في المحكمه يعني نيه الاداء راه كاينه. نيه الاداء كاينه وربما كان واحد شويه ديال التعطال في الاداء هذا ما كيخوليش على انه يخويك. ولكن هاد التعطال يعني راه تصور 30 عام ما عمرنا فات شي شهر ما اديناش ليه الواجب ديالو. صدر شي حكم؟ الحكم اللي صدر كان صدر في المحكمة التجارية اللي في الدار البيضاء يعني لصالح ديالو هو. رغم انهم اللي كنستغرب لي انا يعني القضاة ما استوجبونيش معاه وما حضرونيش معاه باش نتناقشوا حلف يعطي لي من الله بانني بانه هو ما تخلصش. خاصني نتواجه انا وياه في المحكمة ويدلي بهذاك المحكمة باش حكمات؟ محكمة جات يعني بالافراغ. يعني علاش بالافراغ 30 عام وحنا شارين السيروس نعدو يعني فرمشه عين في ظرف وجيز ديال 15 يوم يديروك الافراغ رغم ان المحل عنده سجل تجاري عنده يعني مكانه عنده بزاف الحوايج وكيعيشوا منه جوج الاسر يعني غيشرد جوج اسر غيشردهم. الاستشاره القانونيه درتيها مع المحامون مع كذا باش نصحوك؟ والمحامين نصحوني يعني يقول لي يعني احنا غادي نحاولوا ونشوفوا الكمال على الله سبحانه وتعالى هادشي باش فادوني. لا حيت دابا انت عندك شراء ديال ساروت عندك عقد ديالو عندك عقد ديال كراء وعندك تواصل ديال الرواسب من نهار اللي خدينا وعندك مجرد مده سنه اللي حسب اللي حاط هو مي الا جينا نقلبوا ولقينا على ان الصندوق انت حاط فيه الفلوس يعني هنا كاينه نيه الاداء. كيفاش المحكمه حكمت بهذه الصوره؟ انا دابا حاليا كنستغرب يعني كنت درت محاميين يعني كنمشي كنحضر الجلسه ولكن ما كيستدعوني ما والو كياجلوها ياجلوها شويه داروا بالافراغ ما انا حاليا باقي ما فهمتش. حاكمين عليك غيابيا؟ غيابيا يعني ما كاينش يعني جلسوني انا وياه وشوفوا المعطيات. هذه الحكم واش كان النطق به غيابيا او لا حضوريا؟ يعني ما كاينش حضوريا ما كاينش حاضر لا ما كاينش حاضر انا لا انت كنسمع بان راه يعني تحكمت لصالح ديالو هو يعني ما كاينش شي حاجه بانني ضاعت الفلوس كنت باش شريتي سارو ضاعت الفلوس يعني والمحل دابا راه كيساوي القيمه ديالو دابا راه تقريبا 34 مليون هي القليله يعني الثمن القليل 34 36 مليون وهذا السيد هذا اغتنم هذه الفرصه ديال المرض وبغى
يحتال علينا. قدمتي لهم شواهد طبيه ومسائل؟ قدمنا شواهد طبيه، قدمت لهم من الروسيات باش حطيت، ورغم ذلك انا ما فهمتش شنو كاين تما في القضاء حاليا، باقي ما فهمتش. درتي شي ملتمس للقضاء لان انت راك ضايع في رزقك تما، ضايع بزاف الحوايج؟ درت محاوله، ولكن ملي كنبغي ندير محاوله كيقول لي انت داير محامي، يعني محامي هو اللي خصو يتكلف، يعني كيفاش غندخل انا عند القاضيه باش نهضر معاها ولا سميتو عليه؟ ما كاينش يعني مجال مفتوح، يعني ما كاينش. واخا كما سمعتوا قصه من عند السي عبد الهادي. السي عبد الهادي واخدين محل ب 4 مليون ونص سنه 1997 الى يومنا هذا كما سمعتوا عاوتاني من الفم ديالو على انه يقدر يوصل حتى ل 34 مليون، يعني 340 الف درهم. للاسف الشديد بواحد السرعه وبواحد يعني في واحد الفتره وجيزه، وحنا كنعرفوا على ان هناك قضايا عده واخدة سنين وسنين، كاينين قضايا اللي فيها اختفاءات، كاينين قضايا فيها يعني جنائيه وما الى غير ذلك، واخدة سنين. كيف يعقل على ان هذا تحكم بهذه السرعه؟ عندنا الثقه في القضاء، عندنا الثقه في الجهاز للقضاء بأتمه، ولكن للأسف الشديد عبد الهادي تعرض لشي مسألة هنا غير واضحة، والدليل عون قضائي يبقى سهران حتى 11 الليل باش يسلم لهذا هذاك الإشعار اللي هو محضر تبليغ إنذار من أجل أداء واجب الكراء، شيء ربما صدق في العمل، نخليوها في صدق في العمل. معنا السي إدريس اللي حتى هو حاضر في هذه النزيله وعنده ما يضيف وعنده ما يفيدنا في هذه القضيه النيت ديال السي عبد الهادي. السلام عليكم السي إدريس، الاسم كامل. وعليكم السلام. إدريس الزكي، استاذ سابق، دابا سو روتريت، يعني متقاعد. السي عبد الهادي كيخدم لي النجاره، خدم لي النجاره انا في الدار اللي انتم فيها، وخدم لي النجاره في الفيلا ديالي الاخرى، وتنعرفو راجل طيب، وباه من اطيب الناس، وخوتو من اطيب واطيب 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 البشر. هاد عبد الهادي نهار اللي جا عرض عليا هاد المساله، مشيت انا عند المحامي قلت له عافاك شوف شويه دير راه السيد والاخوه راه إلاغونيز، تادير اللي راه في حاله الموت، وراه كاين ناس في واحد الكلينيك، واحد المصحة، وعنده بنته أصيبت بورم على مستوى الكلي، والبنت عندها 3 سنين في عمرها، ما يقدرش يتخلى عليها وما يقدرش واحد يديها، يعني كان عنده يدير الماراطون اللي كانوا في الصباح هو كيجري. سي نورمال واحد الإنسان تمرض ليه بنته وتعذب ليه بنته وتوقع ليه بحال هكا، مي سي نورمال غادي ينسى جميع الامور الماديه وغادي يبحث على الصحه ديال بنته. هالسيد شنو اللي وقع عليه بالضبط؟ اللي مشينا عند ذاك المحامي صديق ديالي وراجل طيب، اشهد انه من اطيب الناس، والمحامي ما يكلمش لان المحامي جا الاخر نيوبو وناب عليه. كل ما هنالك هاد الشعب الهادي ملي وقع عليه مع سميتو بانت لي بالمنية مبيتة. علاش؟ نية مبيتة ديال انهم يدعيوه في لا ماشي المحامي، نية مبيتة ديال الشخص، ديال الشخص الاخر، ديال صاحب المحل الاصلي. لان الشخص الاخر كما قال لي الشعب الهادي، قال لي نهار بغي يبيع المحل ما كناش عندنا ذاك القدر كافي، راه دبرنا من هنا وهنا باش شرينا. قال قلت لي كريه لي راه الناس كاين غير الكرا، 97 ما كانش الشراء ديال سوارت، كان فقط الكرا، ولكن هو عرض عليه على حساب اللي قال لي عبد الهادي، قال لي على حساب اللي قال لي عبد الهادي، قال لي بالما انا رانا كنعيش ازمه سكنيه وبغيت شي محل فين نستقر، ودابا الاراضي هذيك الساعه ب 97 كيديروا ب 1 مليون 5 مليون، لان كانت لاتريبيسيون ديال لو تيران ديال الكومين، وكان اي واحد تياخذ ارض وما تيستطعش يخلصها تيحاول يبيعها بواحد 5000 درهم زايده،
وقال لك شرا شي ارض وسميت هادشي اللي قال لي السي عبد العزيز يعني باع هذا الساروت باش يشري باش يشري واستفاد واستقر ودوز واحد المده وارتاح مع راسو وكل شيء. ثم فيما يخص واحد المساله اللي قبل ما السيد يعني كبير في العمر يعني الانسان يكون كبير في العمر خاصو يفكر في الله ما يبقاش يفكر في المسائل الدنيويه يبدا يفكر في داكشي اللي غيجي لقدام ما يعذبش هذا الراجل وهذا الراجل تعذب دابا هذا الراجل انا حيلته لا الخدمه ديالو لا لبنته لا لبنته لا الاخ ديالو لا لباه لا المشاكل اللي عنده العائليه لان المراه ملي كيدخل عندها كتقول له قبرته كتقول له بالما ضيعتينا وعائلته كتقول له ضيعتينا في هذا الحانوت كنتي تخلي بنتك تموت وتمشي لنا للحانوت هو كيقول لك ما يمكنش نخلي انا بنتك تموت تمشي للحانوت وهاد الناس داروا لي بحال يعني انا اعتبرها ان هي مبيته وسميتو وحسب وجهه نظري ماشي اعتبرها ان هي مبيته فيما يخص قال لك عطاه قال لك عطاه سميتو عطاه فلوس ديال الكرا يعني يعني منطقيا خصو يسلم ليه الروسي يعطيه الروسي ديالو وقال لك قال لي توصل لي ما عنديش راه غادي نجيبهم لك وراه كانت كتربط بواحد العلاقه وطيده وكان عندهم ثقه عامية في بعضياتهم طموع الدنيا وعامية في بعضياتهم وانا شحال من مره وقعت ليا ونعطيكم دليل دابا انا عندي واحد الدار بلوك النجمه تيكريو عندي ناس ونقدر نعطيكم حتى الاسماء ديالهم وتبغيو تستدعيو تستدعيهم ما عمرني عطيتهم بالروسي وما عمرني كليتهم وما عمرني قلت ماشي عام ماشي عامين ماشي ثلاث سنين ماشي اربع سنين وما يمكن يصرحوا لك بهذا الشيء والناس الناس في الدوله في الامن يقولوا لكم على ان كيجيب لي الفلوس كيمشي في حاله كيقولوا لي ما كيعطيكش الروسي كيقول لي مخليني مني الزكي وما عمرني ناكل انا شي واحد لانني علاش لان هذا الشيء سو ريبيركوت سور لي زونفون يعني هذا الشيء غادي يصيب الابناء وشكرا شكرا سي إدريس زكي على التوضيحات وعلى هذا التنوير للساده المشاهدين غادي نرجعوا للسي عبد الهادي بعد ما يكون نرتاح شي شويه ونطلبوا منه اخر كلمه والنداء ديالو اشنا هو انا كنادي للقضاء باش يعود التحقيق في هذا المشكل اللي وقع لان هذا الشيء يعني غير يعني غير منطقي بان هذا السيد هذا اغتنم فرصه ويدي لنا محل اللي غيشرد يعني جوج اسر يخرجوا من الشارع وعني وانا عندي الثقه في القضاء باش غيحقوا لنا هذا المشكل هذا وكنتمنى من الناس المسؤولين يتدخلوا في هذا الموضوع هذا وشكرا ان شاء الله. كلمه اخيره للسي ادريس الزكي التجا السي عبد الهادي للرباط عند السيد النائب العام الاستاذ المقتدر الذكي مولاي الحسن وقدم لهم الاداره ديالهم اعطاهم شكايه كيشرح فيها جميع الحيثيات وهو كيتسنى من هذا الاستاذ اللي الصيت ديالو يعني سابقوا جميع المنابر كيتسنى مثلا يجد الجواب ديالو باش يشوف اشنو غادي يدير وشكرا ان شاء الله. اعزائنا المشاهدين كما سمعتوا القصه وما فيها حنا من الناس للناس والناس بالناس والناس بالله طموع الدنيا حدو الدنيا حنا كنتمناو على ان صاحب الضمير الحي يخدم الضمير ديالو قلوب الرحيمه تكون رحيمه على نفسها قبل ما تكون رحيمه على غيرها طموع الدنيا فايت هاد الناس هادو اللي غادي يتشردوا اولا غادي توقع لهم مشاكل كنقولوا نقطعوا العناق ما نقطعوا الرزاق هذا هو المثل اللي كنعيشوا به هاد الحاجه اللي كيسمعنا صاحب المحل يراجع نفسه ويقول يوم الدنيا غدا الاخره خديتي رزقك احمد الله وشكره خاصك شي حاجه في رزقك نجلس للطاوله ديال الحوار ونتحاور على رزقي الى هنا نقول قضاؤنا قضاء مغربي نزيه والكلمة الأخيرة والأولى هي حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.